هنا بقول كاتش اب ويذ. قلنا طبعا الجرامر بتاع الوحده دي بيتكلم عن فريزل فيرب اللي هو فيرب بلس بروبوزيشن، يعني فعل زائد ايه حرف جر. ممكن يكون 1 بروبوزيشن حرف جر ايه واحد او اثنين، يعني فايند اوت يكتشف، او فايند اوت اباوت يكتشف ايه عن، يعني ممكن ان فايند تاخد حرف جر او اثنين، ده اسمه فريزل فيرب. قول كاتش اب ويذ، مش هنقرا بقى الديفينيشن طبعا، دي معناها ايه يواكب او ايه يساري. ساعات بالعربي بتترجم اسم، يجب على الدول العربيه مواكبه التطور التكنولوجي. مواكبه هتبقى فعل اللي هو ده، بس هو بالعربي بترجمه ايه بقى؟ اسم. يعني بالعربي كده بجمله الترجمه بتيجي اختياري، يجب علينا مواكبه التقدم في شتى المجالات، يجب علينا مواكبه، انا هقول وي شود، يبقى ناخد الفعل ده، يبقى هو بيترجم اسم بالعربي بس هو ايه؟ فعل كاتش اب ويذ. طبعا اللي بتسوي كاتش اب ويذ او كوب ويذ او جو الونج ويذ معناها يجاري او ايه؟ يواكب. في قريب منه ادابت تو، يعني بس ادابت بتاخد حرف جر ايه؟ تو. بتاخد ايه بعدها بقى اللي ما بنشوفوش بقى؟ بتاخد فعل متضاف له ايه؟ اي ان جي او اسم، لان تو ما ينفعش اشيلها. طالما تو دي ثابته في التعبير ما ينفعش، احنا حافظين قبل كده ادابت تو، واخدين كونتريبيوت تو يعني يساهم برضه تطلع ان جي، واخدين في الاعداد ليك فروم تو تطلع هنا، واخدين بي ان جي تو يعني معتاد عليها. طالما تو ما عرفش يشيلها من التعبير تاخد اسم او تاخد فعل وتضاف له ايه؟ ان جي. هنا اقول كاتش اب ويذ، كاتش اب ويذ فريزل فيرب يلحق. انستول بيقول يثبت او ايه؟ ينصب. انستول بناخدها الحاجتين زي ما قلنا الحصه اللي فاتت، انستول فور بروجرامز يعني يثبت ايه؟ برامج. بس فوق شويه مش هعرف اكرر معلومه ثانيه بقى، انستول يثبت برنامج، او انستول يركب جهاز، انستول مثلا اير كونديشنر يعني تكييف هواء او فان. عندنا بقى كلمه اسمها فيكس، طبعا لو انتم فاكرين كده التعبيرات اللي كنا بناخدها بتاعت الاعدادي كده، لما اقول مثلا ريبير من فيكس، دول لما اجي اترجمهم بالعربي بترجم ايه بقى؟ يصلح. دي معناها يصلح، ماشي؟ ريبير ومندو ايه؟ فيكس. كلمة ريبير دي سوري، كلمة فيكس لها معنى ايه؟ تاني المعنى التاني بتاعها يثبت أو يركب. انستول اللي هي قريبة من كلمة إيه؟ انستول. يبقى عندنا انستول لها كم معنى؟ لها اتنين، يا إما ينصب أو يثبت إيه؟ برنامج أو جهاز. ريبير من ها فيكس. فيكس برضه يثبت جهاز، بس بتبقى التثبيت بالمعنى الحرفي. لما نجيب مثلا سكرو مسمار كده وتحاول تثبته، مش موضوع التركيب الفني. التركيب الفني انستول، ولكن التركيب المادي اتاتش يعني ايه؟ يعني يثبته في الحيطه كده، اللي هي كلمه بقى فيكس. ده الفرق الوسط بينهم يعني. طيب يبقى عندنا ريبير ومندو ايه؟ وفيكس. في تعبير بمعنى يصلح و وحرف جر اون، طالما يعني اللي حصل بناخد ايه؟ الفليزر فيرب. ورك اون يصلح. قال مثلا ذا بوي الولد از وركينج اون هيز بايك، يعني صلح في ايه؟ الدراجه. نرجع تاني ريفير منده ايه؟ فيكس. طيب المفروض طالما خدنا دول وخدنا انستول، طيب في الكلمه الثانيه ريكليم، خسرين معناها ايه؟ يصلح ولا يستصلح؟ دي معناها يستصلح. طب تيجي الايه بقى ريكليم؟ قلنا دي حصل مثلا حاجه؟ طيب بتيجي مع لاند، يعني ايه؟ الارض. ساعات بتبقى بارن لاند، بارن لاند، ارض جرداء، يعني اتس نوت سيتابل فور اجريكلتشر، ليست ايه؟ مناسبه بارن ايه؟ لاند. وبتيجي مع ديزرت اللي ايه؟ يس. يبقى في فرق شاسع ما بين ريكليم واللي اتقال قبل كده. دور ريبير ومندو فيكس يعني ايه؟ يصلح اشياء، مثلا ماشينز، الات، تولز، ادوات. ولكن لما ريكليم بتيجي مع بارن لاند، ارض جرداء، او بتيجي مع ديزرت.
يس. التعبير ده لما اقول مثلا ديزرت ريكليميشن يس اصلح ايه بقى؟ الصحراء. ماشي، يبقى عندنا ريكليم هنا بتيجي مع الاراضي بس. طيب نكمل هنا، بقول انستول اي تي اللي هي انفورميشن ايه؟ تكنولوجي. واخدين الحصه اللي فاتت بعض الاختصارات اي تي والسي في اللي هي السر الايه؟ الذاتيه والاي دي الايدنتي كارد اللي هو بطاقه الايه؟ الهويه. ماشي. جوين ينضم الى طبعا ما تاخدش حرف جار. جوين لوك انتو يبحث عن او يتحقق فيه. كلمه لوك انتو قريبه عندنا من فيرب تشيك، هيفحص كده. يعني انت بتقول مثلا ذيس ريبورت هاز جوت سم ميستيكس، انت في شركه مثلا بتقول للمدير ذيس ريبورت يعني ايه؟ هذا الايه؟ التقرير هاز جوت سم ميستيكس، في بعض الايه؟ اخطاء او ايرورز. فالمدير يقول لك كده اي لوك انتو ات، يعني هبص عليه افحصه اشوف اتشيك ات، يعني اشوف كلامك صح ولا غلط. لوك انتو قريب من تشيك. ميوت طبعا تنفع صفه وتنفع ايه؟ فعل. تنفع صامت، ماي موبايل از ميوت يبقى بتساوي سايلنس. ماشي، او ميوت بمعنى يكتم الصوت. خلاص. شير يشارك لها معنى ثاني كاسم، رد علينا، حصه او نصيب او سهم. ماشي، شير. نيجي بقى سويتش اوف وتيرن اوف، اللي الحصه اللي فاتت اوف واون لتشغيل واطفاء، سويتش وتيرن بيساووا بعض. بس لما اجي اعلي الصوت بقى اخد ده بقى منها اللي كنت حاضر الحصه اللي فاتت، خلي بالك لما مش شايفه تعالى هنا، اخد مع تعليه الصوت او الحراره او الكلام من ده ما اخدش سويتش، اخد ايه بقى؟ تيرن، عشان فرق منهم بسيط. اقول تيرن ايه بقى؟ اب وداون. ماشي، حتى لما لو جه بقى واحد بيتكلم وانا عاوز اقول له يعني ممكن تعلي صوتك شويه، ده شخص بقى ما هوش بقى ما بيتكلمش على الموسيقى عاليه او كده، اقول ايه فيها بقى؟ Would you speak a little louder, please? ادي واحدة مش عاوزين دي. Would you raise your voice a little? وطبعا في الاثنين ممكن في الاخر كده اقول السبب بقى. I can't hear you well. I can't hear you well. يعني احنا مش قادرين نسمع واحد بسبب دوشه او كده، هو صوته اصلا كويت يعني. نقول له التعبير ده ودي ايه بقى؟ خلي بالنا ودي يو سبيك a little ايه؟ a little louder. a little little وبعدين صفه المقارنه، يعني اعلى من اللي انت فيه ده، اعلى من الصوت ده كومبارسون يعني ايه؟ مقارنه. لو ده عالي لو ده اعلى، لو بيست الاعلى. انا ما اخدش بقى ما اخدش الايه السوبر ليتيف وما اخدش الايه البوزيتيف، اخد لاودر. ود يو سبيك ا ليتل لاودر بليز او ود يو ريز يور فويس. طبعا التعبير بتاع ريز مع كلمه ايه؟ فويس. تكوين ريز فويس يرفع ايه؟ صوت. ريز هاند. طب ريز ماني يجمع اموال. ريز ماني يجمع ايه؟ اموال، بتساوي كوليكت ماني. ماشي. طب ريز كاتل اند شيب اند لايف ستوك يربي حيوانات، ممكن ريس تيجي مع بيبل يربي انسان برضه. ماشي؟ يعني مثلا افتر هيز فاذرز ديث، بعد موت والده كده، هي واز ريست باي هيز جراند ماذر. ماشي؟ التعبير ده كله بمعنى ريس بمعنى يربي. طيب نرجع تاني. فبنقول هنا سويتش خلاص وبعدين تيرن اب. نشوف بقى الاسئله بتاعتنا اللي احنا قلتنا عنها. انا عارف مدى فرحه امبارح لما قلنا اي نوع يعني وصل. طيب الناس كلها علقت ان انا ايه اجيب يعني. If I want to catch with my classmates, I need to study a lot this weekend. انا مش عارف ليه انتوا ما بتحبوش الماده، يعني ليه الاول اللي حابب الماده؟ مش عارف ليه كله يعني كاره الماده؟ لان دي مفيده هنا، مش موضوع امتحان، مش موضوع امتحان وثالث ثانوي. اللي مفكر كده يعني مش عارف، في ناس واخده موقف سلبي الماده دي يعني. طيب نكمل بقى. I want to catch my classmates. ناخد ايه؟ اب. كاتش اب ويز. بقول انا عاوز اجاري زملائي في الفصل. خلاص؟ يعني يوصل كده ذا سيم ليفل، يعني ايه؟ نفس المستوى. كاتش اب ويز.
I'm going to have a new washing machine. ها؟ Install. حط الدايره عارفه فين دي؟ بنحاول احنا بعد ما ناخد الجمله نعلق عليها شويه، تعليق على الجمله ده اهم الجمله نفسها. بيشوف الطالب ده يعني عنده باك جراوند ولا لا. I am going to have a new washing machine installed. ده تركيبه بدأناها من أولى ثانوي ورجعناها في ثانية ثانوي ورجعناها السنة دي. دي حالة اسمها الكوزيتيف، الحالة دي بقى السببية. أنا اللي هركب الواشنج ماشين بنفسي؟ لا. أنا اللي هركب الغسالة؟ لا. ولا حد تاني؟ طب نبص كده في التركيبة. فيها I am going to have أدا نقطة. والمفعول a new washing machine والفعل في التصريف الثالث إيه بقى؟ install. When someone else لما شخص اخر غير الكندي does the job for you يقوم بايه؟ الوظيفه بناخد باسل يعني باسل مجهول. المجهول ده بقى فيه نوعين، نوع بقى فيه له طعميه المفروض يكون فيه له طعميه دلوقتي اللي هو القديم ان انا باخد الاوبجكت يعني مفعول واخد فيرب تو بي تصريف ايه؟ ثاني يعني مثلا سيارتي صلحت بالامس عاوز اقولها تعالى ناخدها كده على السبوره وبلاش ناس تبص في الارض عاوز اخلي الكلمتين اللي اقدر اقولهم في الحصه بس. صلحت سيارتي بالامس ماشي؟ ده معلومه اللي بقول مجهول. ها نبدا بيها يا ولاد. جود ماي كار واز ريبير. طبعا ريبير او فيكسد او مندد يستر ده. الشكل اللي قدامنا ده لو مش عارفينه بقى ده المفروض انتوا يعني قتلتوه بحثا خدناه كتير قوي. ابدا بالاوبجكت اهو واخد جزء من ايه؟ من فيرب تو بي. اي حته مجهول فيها ثلاث حاجات، حاجات رئيسيه ثلاث اركان رئيسيه يعني اوبجكت يعني ايه؟ مفعول وبعدين اخد جزء من فيرب تو بي وتصريف ايه؟ ثالث. جزء الفيرب تو بي هنا ايه؟ وده هو تصريف ثالث. خلاص؟ الفيرب تو بي بقى في الاحوال دي لما اجي اقول جزء من فيرب تو بي لازم طالب ثالث ثانوي يعرف كل اشكال الفيرب تو بي، يا اما بي زي ما هي وتفكش لو قدامها حاجه ايه؟ نقص بي بس والبي والبي شو بي ماشي؟ او تفكر في المضارع اللي هي او ويز او في الماضي كده ثلاث اشكال اهو او تكون بين او بين ماشي؟ يعني لازم فيها حته من فيرب تو بي مفعول فيرب تو بي تصريف ثالث صلحت سيارتي بالامس. ده الشكل التقليدي، أنا بقى عاوز بقى المجهول ده في المضارع أو في الماضي في المستقبل مفيش فيها مشكلة. أوبجكت فيرب تو بي تصريف تاني. ده الشكل التقليدي، الشكل بقى اللي عندكم في الجملة دي بناخد فيه إيه بقى؟ نركز كده. بناخد حاجتين. بناخد فيرب تو هاف أو فيرب جيت. ولما أقول لثالث ثانوي هاف أو جيت يعني كل أشكالها. يعني آخد هاف وهاز وهاد وهافين، وآخد جيت وجيتس وجوت وجيتين، خلاص؟ اخد الفعل ده اهو ابدا به وطبعا بيجي هنا اسم في الاول يعني في هنا اسم بس مش فعل الجمله اسم او ضمير وبعدين اخد الاوبجكت يعني اوبجكت مفعول المفعول اللي قدامنا زي اللوكار كده وبعدين اخد الباست بارتيسيبل تصريف ايه ثاني يبقى الطريقه الاولى ماي كار واز ريبيرد يسترداي سيارتي ايه بقى صلحت بالامس ازاي اركب الجمله اللي فوق دي على التعبير ده اهو سهله جدا نركز كده انا صلحت لي سيارتي يعني في الثانيه دي ابدا باي ابدا بايه؟ مش بس مش انا اللي عملت الفعل ماشي وساعات كده الفعل ما بيجيش عشان يبقى معروف مين اللي بيصلح ميكانيك رايت في الحاله دي بقى اي طب الجمله فيها ايه؟ لسه ايه؟ اخد من دول بقى ايه؟ هاد او جوت الاثنين صح هاد او ايه؟ يعني اقول اي هاد مقبوله او اي جوت خلاص طب المفعول ماي كار اي هاد ماي كار والتصريف الثالث من ريبير ايه؟ ريبير ترجمتها بقى مش انا صلحت سيارتي صلحت لي سيارتي يعني ده سيم مينينج يعني بس تركيبه معقده شويه بنسميها البوزيتيف الحاله الايه بقى؟ السببيه ابدا باسم او ضمير الاول هنا اللي هو مين هنا؟ اسم او ضمير ده اهو خلاص واخد يا اما فيرب تو هاف او فيرب ايه؟ جيت وبعدين ايه؟ مفعول وتصريف ايه؟ تاني خدناها في اولى ثانوي في الترم الاول الناس لما بتعمل بلاد دونيشن تبرع ايه؟ they get their blood pressure checked
يكون السنة وانا بقرأ معاكم الذهب الشرح يعني هما بتفحص لهم ايه؟ ضغط الدم قبل ما مش هما اللي يفحصوا؟ دكتور او نيرس ماشي؟ جيت بلاد بريشر تشيك يعني يفحص لهم ايه؟ ضغط الدم. يبقى في الحته دي برضو دي نسميها حاله الكوزت الحاله الايه بقى السببيه. يبقى بقى if you want to express لو عايزين نعبر عن باسيف يعني ايه؟ المجهول عندي كام طريقه؟ الطريقه التقليديه اخد ايه؟ اوبجكت يعني اوبجكت مفعول واي جزء من ايه؟ وجاب تو بي طلع الزمن يعني وتصفني اهو تاني. الطريقه الثانيه ابدا بايه؟ ابدا باسم او ضمير واخد هاب او ايه؟ او جيت واحده من الاثنين وبعدين مفعول وتصريف ايه؟ تاني. طيب لو بصينا كده على الجمله كده تاني تعالى نقراها. بقول اي ام جوينج تو هاف في هاب اهي قبلها ايه؟ اي ام جوينج يعني عاوز اقول لكم ان هاف كل ايه؟ اشكالها يعني هاف وهاز وهاد والهاف وهافينج واي ام جوينج اي واز جوينج. المهم في جزء من هاف في جزء من جيت وبعدين المفعول وتصريف ايه بقى؟ تاني. طيب جاء من ثلاث سنين في الامتحان شهر من ثلاثه او اربعه يعني نفس اللي بقوله ده بالظبط خلاص. وبعدين قام جايب في الجمله الثانيه عشان الطالب اللي بيحفظ في الجمله الثانيه وجاب جملتين والجمله الثانيه بقول اي ديد ات ماي سيلف يعني الطالب اللي هيحفظ عمره ما يجيب درجه اعلى في الامتحان اللي بيحفظ يعني خلاص. لما يقول لك جاب جمله في الامتحان وبعدين الجمله الثانيه فيها بقول اي ديد ات ماي سيلف اي ديد ات ماي سيلف. لما طالب ثالثه ثانوي يقرا التعبير ده وما يعرفش يترجمه تبقى مصيبه جامده. يعني ايه اي ديد ماي سيلف؟ انا عملت الامر ده بايه؟ بنفسي مش مجهول. يبقى بقى يستر داي ماي كار واز ريبيرد ولا اي ريبيرد ماي كار؟ يعني الجمله دي لغت كل طول السنه. يبقى لما اجيب جملتين الجمله الثانيه بتبقى اكسبلناتوري جمله توضيحيه بقول لك اي ديد ات ماي سيلف انا عملت الامر ده بايه؟ يبقى عاوز هنا اكتب اللي هو ايه؟ معلوم مش ايه؟ مش مجهول. I am going to have a new washing machine installed. You have to your mobile phone before you enter meeting. لازم تعمل قبل ما تدخل الاجتماع ميوت. ميوت دي بقى اللي عندك دي احنا بنقرا قبل ما نقفل كده. قول يا حنين. اقرا الجمله دي كده تاني. سؤالي بقى كلمة ميوت اللي اخدها نمبر بي مش كده؟ اللي عندك دي فعل ولا صفة؟ صفة؟ لا هاف تو يعني يجب عليك ان ايه؟ تصمم ده فعل. ما في الامتحان يا حنان ممكن يجيب لك الجملة كاملة ويسألك دي ادجكتيف او فيرب زي ما بسألك كده يبقى دي فيرب. Can you your screen so I can see what the problem is please? Can you share. يعني ايه share screen؟ share. زي ما كنت بعمل برنامج مثلا فاكرين الحصه اللي فاتت فيرتشوال ميتنج برنامج بقى افتراض زي زوم كده يعني هو عنده مشكله في الشاشه يقول له ممكن تشارك الشاشه وتشوف ايه المشكله اللي عندك. Can you share your screen so I can see what the problem is. في رقم اربعه ايه رايك كده لا كده تاني؟ بروبلم في اخر الجمله يا اولاد في عندك استفهام ولا نقطه؟ اسمها كويشن مارك صح؟ ينفع احط في ستوب؟ لا. طيب سؤالي بقى الكويشن مارك دي الكويشن مارك اللي موجوده في الجمله دي يا مريم دي عشان ايه؟ ولما اقول حد بالاسم كله بقى ميوت. ايوه مريم مريم سالتها ما تبصش في الجمله. بقول لك اللي عندك استفهام دي عشان ايه؟ عشان تقفل الجملة يعني. دي عشان وات ذا بروبلم از. لسه هنقول ايه؟ أنا بسأل بالعربي علامة استفهام دي جاية عشان ايه؟ حطينا سؤال ليه؟ عشان وات ذا بروبلم از ولا كان؟ عشان كان. أقول لك ليه بقى؟ لأن السؤال ده إن دايركت غير ايه؟ مباشر. ممكن تشارك لي الشاشه عشان اعرف المشكله ايه؟
هنا بقول so I can see. شايفين كده؟ What the problem is. لو جالي سؤال يا مريم كانت what is the problem. ده السؤال ده بقى indirect يعني في الـ لو فاكرين كده لما انت ما غيرش الزمن في البشر المباشر في حالات كتير قوي. لو كلام فاكس يعني ما غيرش الزمن. لو الكلام اتقال اشهر تايم اهو فتره ايه وجيز. لو فعل كل ايه بقى مضارع ماشي. او لو في سؤال زائد سؤال او عباره زائد سؤال. ده سؤال زائد سؤال انا بفكر بتاع ثانيه ثانوي واخدين واخدين مباشر وغير مباشر. دلوقتي كان يو تيل مي كان يو شير سؤال. What is the problem سؤال. يبقى كان سؤال اثنين. القاعده بتقول السؤال الثاني بيكون في نفس الزمن ما غيرش يعني اس تبقى زي ما هي بس ما قلتش وات از. اقول ايه بقى؟ وات وفاعل وفي الاخر از. يبقى الاجابه عندنا وات ايه بقى؟ النص الثاني وات از ولا وات ذا بروبلم از؟ على فكره دي حاجات يعني ضروري جدا بس ممكن تيجي في الامتحان. يعني عيان سفهم هنا جاي عشان ايه؟ كان. يعني لو واحد بيقول كده انا لا اعرف ما هي المشكله يعني جبت في الاول اي دونت نو محتاجين عيان سفهم؟ لسه ما وصلتش برضه. يا تالت ثانوي الجمله دي بدأت بايه بقى؟ كان يو دي دلوقتي سؤال. انا بقول سؤال زائد سؤال او عباره زائد سؤال. سؤال زائد سؤال احط عليه تفهم عشان السؤال الاولاني مش الثاني. طب عباره زائد سؤال انا مش عارف ايه المشكله. الشاشه وقفت ما اعرفش ايه المشكله. اي دونت نو وات ذا بروبلم از. يبقى نقطه. ليه نقطه؟ لان بدل العباره والسؤال الثاني اندايركت يعني غير مش محتاج عن تفهم جمله عاديه. اي دونت نو وات ذا بروبلم از. يبقى لما يجي سؤال زائد سؤال او عباره زائد سؤال يبقى السؤال الثاني اندايركت غير مباشر مع عدم تغيير الزمن. تيرن ذا كاميرا اي ونت تو سي يو اي هاف ميسد يو سو ماتش. انا عاوز اشوفك نعمل ايه في الكاميرا بقى؟ تيرن اون يعني شغلها. اي اولويز جيت فيري نيرفس. جيت هنا يصبح بيكون عصبي جدا. هنا اي جو فور ا ووك هنا اي جو فور ا جوب اند اي فورجيت وات تو سي. انترفيو طبعا الانترفيو يعني ايه؟ المقابله دي لها بيربس يعني ايه؟ غرض. فور ا جوب من اجل ايه؟ وظيفه. فور ا توك من اجل ابناء بحديث. ممكن فور ذا بريس يعني للصحافه ماشي. شايفين التعبير اللي فات كده اي فورجيت وات تو سي بنسى اقول ايه. شايفين بقى اللغه اي فورجيت ها وات تو سي بتتقال بالشكل ده وات تو سي. I have tried off the computer and turning it on again. أنا جربت. I have tried. ناخد إيه بقى؟ إحنا عندنا حرف ضرب إيه بقى؟ off. وبعدين يشغله تاني. Turning. يعني الكمبيوتر مثلا بنقول مهنج معاه كده فبطفيه وشغله تاني. أو يعملوا له ريستارت. Yes. There is a long delay. هو delay على تأجيل. كل ده مهم عشان الترجمة. Delay. معاك كتابك؟ تمام مكتبك بتاعك اكيد يعني ايه ديلي؟ طب انت قاعده بتزاوية ليه كده؟ طب ديلي يعني ايه؟ لسه شايل ما وصلناش الكلام مفيش نت. ديلي تأجيل يا شايل تأجيل. لو ما سمعتهاش قولي لي انا تاني. تأجيل ديلي يعني ايه يا اخوانا؟ تأجيل. طب لما نقول داوت ديلي اللي هي بنسميها اميديت فوري او انستنت. كلمه فوري فوري كصفة immediate مش immediately immediate الظرف immediate او ايه instant او without delay بدون ايه بقى تأجيل. حتى لما اقول كده في الطب immediate surgery يعني المريض ده محتاج immediate surgery يعني جراحة عاجلة او تدخل جراحي ايه عاجل يعني without delay. There is a long delay when I'm playing games online and I can never up with my friends. نفس الفكرة ها keep up with ما اقدرش ان امشي مع زمايلي بيسبقوني يعني. I always lose the races in the games. يعني ايه lose the races؟ يخسر السباقات. كلمة ريس سباق كفعل او يتسابق. سباق كاسم اقصد وريس كفعل يعني ايه يتسابق. بينفع جنس بشري. يعني لما اقول ريس على الاجناس الايه؟ البشرية اللي من افريقيا واوروبا ماشي؟ واخدين قبل كده الكلمة دي في تعبير مهم جدا وبيجي لنا مثلا في ايه؟ في اكتر من ترجمة. واخدين racial discrimination اللي هي التفرقة الايه؟ العنصرية. racial الكلمة ده هي جاية من ريس صفة منه. وبعدين discrimination
ترجمتها بقى التفرقة العنصرية. وساعات بالعربي يقول لك التمييز العنصري، تمييز، اللي كان موجود في دول كتير من ضمنها اشهرها يعني ساوث افريقيا في جنوب ايه، كان فيه يعني سبيشال تريتمنت، معامله خاصه فور ذا وايت للبيض، سكان اللي بشرتهم ايه بيضة، وانذر باد تريتمنت، معامله اخرى سيئه جدا فور ذا بلاك، اللي طبعا اللي خرجهم من الـ من الـ او اللي شال دي قائد هناك او زعيم اسمه نيلسون مانديلا. Do you know him؟ طيب اللي هو يعتبر ليدر اوف ساوث افريكا، ليدر ريشال ديسكريميشن، اللي هو التفرقه الابائيه العنصريه. ديسكريميت كفعل يعني يميز، يميز او يفرق، زي ديستنجوش وزي ديفر، يميز او يفرق. ده عندنا الاسم بقى ريشال ديسكريميشن، اللي ترجمه التمييز ايه العنصري. طيب يو كان جوين ذا ميتنج باي كليكينج اون ذا لينك اي سنت يو فيرتشوال. ثالث سنه عليه فيرتشوال ميتنج، دايما احفظوا المفعول المشهور اللي وراه فيرتشوال ميتنج، اجتماع فاضي ماشي. فيرتشوال او مثلا سي دي، الحصه اللي فاتت قلناها فيرتشوال سي دي يعني كورس مدمج ايه افتراضي فيرتشوال، طبعا فولس اوف لاين وفاكتشوال دقيقه. والاي تي الشورت فورم اختصار ايه بقى؟ انفورميشن تكنولوجي، انفورميشن ايه تكنولوجي. قلنا لما اقول اختصار الحصه اللي فاتت قلنا ثلاثه ابريفيشن، انت لا بتقراه ولا بتسمعه ولا هنا برضه، يبقى ابريفيشن وشورت فور وستاند فور. ابريفيشن اسم، شورت فور صفر، ستاند فور فعل، والثلاثه بقى نرمز ايه. يو ار اولويز ميكينج ماتش نويز، انت بتعمل ضوضاء كتير. تيرن ذا سبيكرز بليز داون، تخفيض وتعليق الصوت مش مع سويتش، مع ايه بس؟ مع تيرن. تيرن اب علي، تيرن داون. امال بقى تيرن وسويتش بيمشوا مع بعض في حته اطفاء والايه والتشغيل. I will take us, it will take us some time, يستغرق الامر بعض الوقت كده. To the situation carefully. Look in, نفحص الموقف بعناية. ممكن اشيل دي انا احط مكانها ايه؟ تشيك او اكزامين تمشي برضه، بس طبعا look انت هنا عشان جايبها في ريزل فيرب. My tablet was offline so I couldn't the virtual meeting. Join. Join يعني ايه؟ يلتحق او ينضم. امال ليف؟ يغادر. ما هي بتيجي برضه مع الحاجات الافتراضية دي. Would you like to leave؟ احيانا كده في افعال المفروض تقابلكم في على الموبايل، انت المفروض انتوا فيه بروفيشنالز، انتوا مختلفين عننا، ما نعرفش في حاجه، نط وخلاص ماشي. في عندكم بين اسمه اكزيت، Would you like to exit؟ ماشي. يبقى هكتب ثلاث افعال بمعنى الخروج على فكره. الفعل الاول leave اللي احنا واخدينه قبل كده كتير. الفعل الثاني ها exit. في فعل بقى قابلكم قبل كده افور، دي معناها يخرج ماشي. قال لكم الفرق بينهم ايه؟ كلمة ابورت دي خدناها في قطعة فهم اونلاين ده هي كانت بتاعه دي كانت في سؤال فيه ابورت. كلمه ليه بيترك واكزيت عليها يغادر برضه وابورت، بس ابورت كده ينهي عمليه قبل ان تكتمل. واخدينها والله، واخدينها في قطعه فهم في ثانيه وفي ثالثه سنه دي. روح قول يا ماشي يعني قبل الاكل وبعد الاكل ونفس الكلام برضه. ابورت ده الفرق بينهم بس. ابورت يعني مثلا ايه؟ بنزل برنامج وبنصه كده حصل مشكله، وانا قلت له ايه كانسل، يقول لك ود يو لايك تو اكزيت ولا ليف ولا ابورت، لان لسه المساله ما تمتش خلاص. جاي منها ابورشن عشان بس تعرفوا جت منين. ابورشن الاجهاض اللي هو نزول الجنين قبل الميعاد، عشان ما تنسوهاش بقى. ابورشن ده حاجات ميديكال، لا يشطل ان شاء الله طب طلخه لا يشطل. ابورشن، ابورشن اللي هو الايه؟ الاجهاض اللي هو نزول الجنين قبل الايه؟ الميعاد. ابورشن يا عبيد ما يفتح جديد سيبك عشان ظروف الدفاع جنب شدين كده يعني عشان نبرش بعيد. طيب نكمل نكمل. يو كان جوين، يو كان جوين ذا، احنا في الرقم اثنين بقى.
You can join the meeting by clicking on the link. سهلة دي virtual. واخدينها دلوقتي. لو virtual ايه meeting. The internet is quite strong on the office. So you can do all your online. ناخد يا ولاد connection. Connection اللي هو الايه؟ الاتصال. الاتصال. وكونكشن لها معنى تاني علاقة معنوية. هناك علاقة ما بين التلوث والأمراض. أترجمها إزاي؟ There is a connection. There is إيه؟ اللي أنا عاوز أقول إن connection ممكن تكون حاجة متوصلة وأنا شايفها. Connection مثلا between the board and the laptop. سلك أنا شايفه connection. أو قريتين وعملوا بينهم بريدج يعني كوري تو كونكت ذا تو بريدجز ذا تو فيلجز. كونكشن تبقى علاقة معنوية. هناك علاقة ما بين التلوث والإيه؟ والأمراض. يبقى there is a connection between disease and evolution. هنا في المعنى الثاني ده اللي هو معناها علاقة معنوية بتساوي كلمة لينك. There is a link يعني إيه؟ رابط. سيبوها برضه. The internet connection. طبعا هو اللينكينج هنا. ما قالش إيه؟ لينك. If you can't download the new application, لو مش قادر ان انت تنزل application, your internet connection. Check. هنا بقى ما يقولش example. اتأكد ان النت متوصل. لان ممكن يكون متوصل ما يكونش هو العيب يعني. طالما انا مش متأكد من العيب اخد ايه بس؟ check. ما ينفعش example. My friend's health has since I started smoking. Decided, improved, increased, declined. Declined. حط ده رقم 17 بقى ونقراها مع بعض تاني. My friend's health, صحة صديقي, has declined since he started smoking. Decline كفعل يعني انخفض. ماشي؟ بس هنا يعني تدهور. ماشي؟ يبقى الصحة بتاعته ايه؟ تدهورت بعد ما بدأ ايه؟ تدخين. Decline. لو عاوز decline بقى هنا في جيلنا وقول بتساوي ايه في التعبير ده اهو. ده هو بتساوي get worse. Get worse. تسوء. Get worse. يبقى decline بتساوي بقى get worse. Decline أحيانا معناها go down. ينخفض. Decline المعنى الثاني بتساوي refuse. يرفض. دي كلها خدنا معاني الكلمة إيه؟ decline. يبقى decline. Get worse. يتدهور. بتساوي الفعل ده deteriorate. اسمه ايه؟ deteriorate. فعل غريب شويه كده اللي هي تضهر. get worse. go down ينخفض اللي معناها ينخفض. او refuse يرفض. هو دعاني للحفل ولكن انا رفضت. he has invited me to his wedding مثلا but I ديكلاين بقى. يقول لي ديكلاين بتساوي بقى؟ يس. ومثلا الديكلاين ممكن تيجي للحاجات المعنوية. There was a decline of the Roman Empire in مش عارف سنة كام. Roman Empire الإمبراطورية الإيه؟ الرومانية حصل لها إيه بقى؟ تدهور أو سقوط. There was a decline in the Roman Empire in what age مثلا في عصر معين كده. طيب رقم؟ يس. An efficient should be promoted to motivate them to achieve more success. Efficient يعني كفر. عكسها IN. Inefficient غير كفر. جاي منها efficiency الكفاءة. An efficient should be promoted. ناخد ايه يا ولاد؟ مين اللي يرقى؟ واخدين بروموت يروج او ايه؟ يرقى. يبقى ناخد ايه بقى؟ employee. طبعا ما نغلطش فيها. اثنين ايه؟ دي الموظف. طب employer صاحب العمل. employment التوظيف. unemployment البطاله. كل ما نيجي نتكلم نقول الحاجات دي. يبقى الافيشنت يعني يجب ترقيه الموظف الكفر. تو موتيفيت ذم. موتيفيت هنا اكتب جنبها كده. خلي بالك من اللي احنا بنقوله يا ولاد. يحفز. حتى نحفزهم على المزيد من النجاح. هو لما يترقى يشتغل بقى هاردر يعني اكثر ايه؟ جديه عشان ياخد ترقيه ثانيه. وزميله كده هيبقى جي لصف هم غيره ايه؟ منه فعاوز برضه يشتغل كويس عشان يترقى. دي يبقى ده بقى بنسميه اوين وين سيتويشن. اوين وين سيتويشن. موقف يربح فيه الطرفان، يربح فيه الموظف زاد علاوه
خدنا 50 جنيه ولا حاجه زياده. وكمان يرفع فين الشركه بايه المنتجات بتبقى افضل يعني. Your ID is an important that you can't do without without your ID بقى. Is an important بقى document يعني document مستند. ال ID اللي هو بطاقه ايه؟ الهويه تعتبر مستند مهم جدا ما تقدرش تستغنى عنه. Can't do without. Can't ايه؟ يعني لا يمكن ان يستغني عنه. واخدين في اولى ثانوي كلمه بمعنى يستغني عنه، كلمه تعبير فعل dispense with يستغني عنه. طب نبص كده dispensable صفه يمكن الاستغناء عنه خلاص. يبقى dispensable ده معناها يمكن، عشان اللي ورا بس يشوف، دي صفة بمعنى يمكن الاستغناء عنها خلاص. طيب احط في الاول بقى اي ان ان ديسبنسابل هتبقى لا يمكن الاستغناء ايه عنه. لا يمكن الاستغناء عن الموبايل في حياتنا، يبقى نقول ايه بقى؟ We can't do without او we can't ايه بقى؟ dispensable او the mobile phone او the mobile phones are indispensable. ناخدها كصفه، يبقى dispensable ده فعل واللي قدامنا ده adjective صفه، وده برضه another adjective صفه ثانيه بس صفه طبعا سلبيه. indispensable يعني لا يمكن ايه الاستغناء عنه. next don't expect يعني لا تتوقع to get response I will it will take time to decide. الامر هياخد لما زي ما قلت لكم كده لما يجيب جمله تاني في السؤال الجمله الثانيه جايه توضيحيه يعني ايه يعني it will take time. الموضوع هياخد وقت فلا تتوقع ان تحصل على response. فاكرين response يعني ايه؟ ناس تفوق يا شرف رد رد ثوري بلاي رد فوري بقى ناخد ايه؟ انستنت. طب مش موجوده انستنت قلتها من شويه ايميديت اسمها ايه؟ ايميديت. طبعا فيرتشوال افتراضي تكنيكال فني او تقني وانترفيرسونال معناها شخصي. بيرنتس ار ريسبونسبل فور ذا اوف ذير تشيلدرن. الاطفال الوالدين مسؤولين عن ايه؟ عن فورم. فورم يعني منتدى ولا سبيس ولا ويلفير ولا انترفيو. ويلفير تنفع رفاهيه او صحه ده معنى ايه خلاص. نيكست كده الواحده الخامسه اسمها ايه؟ فيوتشر وورك. فيوتشر وورك مستقبل ايه؟ حوشوا بقى ثمن الكتاب من الوقت كده يعني إيه؟ كل اسبوع كده 10 جنيه 20 جنيه طبعا بلاش يعني اكل كتير اثناء النهار يعني عشان لما يجيب الكتاب ده كان ب 200 وشويه هيبقى كده. بقول من الاول اهو with this amount of experience. تقول amount كميه. amount طبعا بتساوي كلمه quantity. this amount of experience skills and qualifications يعني في خبره وفي مهاره وفي مؤهلات. you are really to the job. انت ايه بقى؟ خلي بالك يا سيدي شويه كده. انت معاك experience يعني خبره ومعاك skills مهارة مهارات يعني كواليفيكيشنز مؤهلات. يبقى انت فور ذا جوب يو ار ريلي سوتيد يعني سوتيد مناسب زي سوتابل خلاص. يعني يو هاف جوت انت معاك اول ذا ريكوايرمنتس فور ذا جوب. ريكوايرمنتس يعني متطلبات هم عاوزين اكسبيرينس وسكيل وكواليفيكيشنز. اي ذا برينتر كيبل. كيبل اللي احنا بنطقها كابل ماشي. كابل بيبقى سلك بس سميك شويه لان في واير سلك عادي وفي كيبل. اي بلاك ذا برينتر كيبل انتو ون اوف ذا يو اس بي بورتس اوف ماي لابتوب. نعمل ايه بقى؟ بلاك. الاولى بلاك يعني يوصل لمصدر التيار يحط الفيشه في مصدر التيار الكورس كده زي ما احنا بنعمل كده هنا ده اسمها بلاك. طب انا هنزعها ان بلاك يبقى بلاك. ها ان بلاك. طب لو الفيشه كده متوصله بالكهرباء يبقى او اللابتوب ده
متوصل بالكهرباء، بالكهرباء عاوز بلاك هنا صفر، اقول ده لابتوب از بلاكد. طب انا نزعتها انبلاك اصبحت صفر هنا، ماشي؟ اي بلاك اللي عندك دي فعلا. اي ام جوينج تو ابلاي فور الكشرر ادفرتايزد اون المعاصر ويب سايت. انا هتقدم لطلب ليكشر. ايه بقى بوزيشن؟ بوزيشن يعني وظيفه. بوزيشن تنفع مكان اجتماعيه في القصه، واخدينها واخدين في القصه بوزيشن على مكان اجتماعي، وهنا تنفع منصب او وظيفه. لما اجي اقول منصب مهم اقول بوزيشن، وفي كلمه اسمها بوس، بي او اس تي، عارفين بوس بمعنى ايه؟ ينشر او منشور، مش كده؟ لها معنى تاني ايه؟ بوست. المعنى الجديد بتاعها وظيفة مرموقة بالقاف، ماشي؟ زي امباسدور، سفير مثلا، دي اسمها ايه؟ بوست. يبقى بوست بوزيشن طبعا جوب دي قريبة منها، بس طبعا دي معناها وظيفة عالية، بوست. طيب نيكست، ام جوينج تو ابلاي فور نيتشر بوزيشن. ذا برودكت ديليفري، ديليفري يعني توصيل، توصيل المنتج. هاز بين بيكوز اوف درايفرز سترايك ديلي، اجل. ديلي بمعنى ايه؟ برودكت يعني يا اخوانا كنت تسلقهم شويه، خلي بالك وقولي معانا في الحصه كده، ما تقعدش كده وخلاص زي الضيف. يعني ايه برودكت؟ المنتج. بول توصيل المنتج has been delayed. تم ايه بقى؟ because of the driver's strike. عندكم سترايك مكتوب عليها اضراب، اضراب اضراب عمال ما عادش بيشتغلوا، ماشي؟ وسترايك تنفع كفعل يضرب، سترايك كفعل قريبه من كلمه هيت، بسبب اضراب ايه؟ العمال. The officer his life to rescue the kidnapped child. الضابط عمل ايه في حياته عشان ريسكيو؟ ينقذ، بتساوي سيف. ينقذ ايه بقى؟ كدناب تشايلد. لا انا لسه بلاقيش الجمله معاكم. يعني ايه كدناب تشايلد؟ طفل مخطوف، ماشي؟ يبقى عمل ايه بقى الولد الاوفيسر؟ ريسكي الاخيره، يخاطر او يجازف بحياته. ما بتاخدش حرف جار. ريسك تنفع نون يعني خطر، بتساوي دينجر او هازارد، وتنفع فعل يعني ايه؟ يخاطر. لما اجي اقول بقى خطير من كلمه ريسك اضيف لها واي، تبقى ريسكي. ريسكي بتساوي دينجرس او هازاردز، دي معناها يجازف. كيدناب تشايلد يعني ايه؟ هو الطفل مقطوع. خطف الاشخاص بناخد كيدناب، ماشي؟ امال احنا واخدين قبل كده، واخدين مثلا هاي جاك في اولى ثانوي. هاي جاك يخطف سفينه او طائره، هاي جاك. يبقى كيدناب فور بيبول ايه؟ اشخاص. امال هاي جاك ليه مينز اوف ترانسبورت؟ وسائل ايه؟ المواصلات اشهرهم كده خطف الايه؟ الشيبس اللي هي السفن او بلينز يعني ايه؟ طائرات. The point still needs more. بقول لك النقطة دي محتاجة مور ايه؟ Not all students have understood it. النص التاني ده فاهمينه؟ يعني ايه not all students understood it؟ مش كل الطلبة فهمت النقطة دي، لأن يعني النقطة دي محتاجة مور ايه بقى؟ مور كلاريفيكيشن. يعني ايه كلاريفيكيشن؟ توضيح. الفعل ايه بقى؟ كلاريفاي، زي كلمة اكسبلينيشن، هي هي. امال عندنا طبعا كونفرنس مؤتمر، بوسيبيليتي امكانيه، بوزيشن مكانه او منصب. ماي هيديك ويل تو ذيس ميديسين. الصداع بيستجيب بشكل كويس للدواء ده. ريسبونس، ريسبونس ده الفعل من ريسبونس. لو مش موجود ريسبونس ممكن اقول رياكت، تمشي برضه يعني رد فعل او استجابه. يعني بقول الصداع كده بيستجيب بشكل جيد لذيس ميديسين. معنى الجمله دي ايه بقى؟ This medicine is effective. يعني ايه effective؟ فعال. يعني معناها كده؟ من اللي بين السطور. الصداع بيستجيب بشكل جيد، يبقى الصداع بيزيد ولا بيخف؟ بيزيد ولا بيخف يا ملك؟ ملك. بقول الصداع بيزيد ولا بيخف؟ طيب ملك وملاك، أي حد ينطق يعني خلينا نفضل حرف يعني. يبقى ما فيش صداع خلاص يا اخوانا على فكرة في الجملة دي. I ran on online which helps language learner. فورم منتدى، منتدى منتدى على النت. ممكن المنتدى يكون في مكان معين او يكون على النت.
يعني في منتدى بيعقد كده في سويسرا كل سنه للاقتصاد اسمه ايكونوميك فورم. ايكونوميك ايه؟ في منطقه اسمها ديفوس في سويسرا. ده منتدى يعني مكان مادي بيقعدوا كده بيتناقشوا في الاقتصاد كده. خلاص؟ اسمها ايكونوميك ايه بقى؟ فورم. وفورم تنفع منتدى على الانترنت. ران هنا يعني يدير. انا مش عارف اللي قاعد يبص يمين وشمال، مش قادر في الساعه وشمال شغاله دي ان الطالب ياخد باله من اللي بقراه، لما يجي العلق يبص يشوف احنا بنقول ايه مثلا او يسمع. مفيش فايده برضه، كل حصه هم نفس 3 4 5 اللي معانا والباقي في حته ثانيه خالص. ران يعني يدير. تيم ورك نيدز ا هاي ليفل اوف، بيقول لك العمل الجماعي يحتاج مستوى عالي من ايه؟ سكيلز يو نيد تو هاف جود ريليشن شيب وذ اذر تيم ممبرز. محتاج ايه بقى؟ مهارات ايه بقى؟ انتر بيرسونال، يعني بقى شخصية. لازم الشخص كده يجيد التعامل مع الاخرين عشان تكون انت بقى يكون في تيم ورك، يعني عمل ايه؟ تمام. اي تند تو اتند ذا ميديكال، يعني ناوي احضر الميديكال هيلد ان ذا هيلتون. ميديكال يعني طبي، ناخد ايه بقى؟ كونفرنس. بمعنى مؤتمر طبي. امال كلاريفيكيشن؟ توضيح. بوسيبيليتي؟ بوزيشن؟ مكان او مكانه او منصب. معنى الجمله دي انوي حضور المؤتمر الطبي هيلد تصريف ايه الوقت؟ تالي. هولد يعني يمسك، هنا بمعنى ايه؟ يعقد. يبقى الذي ايه؟ يعقد. خد التصريف التالت يعمل عمل الصفر. اصلها كده which is held، يعني الذي يعقد. طالما شلت which اشيل ايه كمان؟ از، واخد صفر نو تالت. انا ناوي احضر المؤتمر الذي سيعقد في فندق الهيلتون. يبقى هيلد بتساوي ويتش از هيلد. ممكن از ممكن نقول بي، يعني سوف يعقد او يعقد مضارع او مستقبل كده، مش المهم يكون مجهول يعني. اي واز بيزي مسجنج سام كلاينتس. مسج هنا يعني يراسل كفعل، وتنفع المراسله. لو جت مسجنج المراسله يا سمر بتبقى كاونتبل معدود ولا ان كاونتبل؟ المراسله مسجنج كاونتبل؟ لا بتبقى ان كاونتبل. لو جت مسجنج بالاي ان جي تبقى ان كاونتبل غير. اما لو جت مسج رساله لا مفرد ولا ده موجود في الكتاب على فكره. انا مش عارف، انا حاسس في ناس بتاجر الكتاب كده بعد الحصه يعني ويجي لها مثلا يوم ايه؟ يوم الثلاث بالليل ولا حاجه. قلنا اقراه شويه. ستريس يبقى ناخد هنا ايه؟ مسجنج. بقول اي واز بيزي مسجنج سام كلاينتس. ذا وورد مسجنج ان ذيس اترانس از ا، اكتب كلمه اترانس مقوله. اتر يعني ينطق، اترانس يعني ايه؟ مقوله. زي بالظبط كلمه سينج وورد، زي تلك الكلمات. بقول لك مسجنج في الكلمه دي تعتبر ايه؟ لا كنت بسأله الوقت فيرب. مش بقول لكم ممكن يجي لكم حاجة سهلة قوي بس صعبها بالشكل ده. احنا مسمعين مسجنج يعني ايه؟ يراد مراسلة، ومسج فيرب وايه؟ وناو. هنا الكلمة حاطينها اي ان جي. هل ده اسم بقى ولا فعل؟ فعل. انا كنت مشغول بمراسلة بعض الايه؟ الاصدقاء، لان ده فعل ضاف له ان جي لان موجود بيزي، بيزي بيجي وراه فعل ضاف له ايه؟ اي ان جي. يبقى مسج لا مفرد وجامع كاونتبل، امال مسجنج المراسله ان كاونتبل. ستريس مي يور منتال هيلث. الضغط ممكن يعمل ايه في صحتك النفسيه والعقليه؟ دستروي، اي دستروي يدمر، ماشي؟ دستروي يور منتال هيلث. منتال هيلث بروبلمز، المشاكل الصحيه النفسيه ار ا دايركت اوف ستريسفول ورك لايف. دي مهمه جدا. هذا ايه بقى؟ كونسيكونس، يعني بقى نتيجه مباشره. نتيجة مباشرة. قلنا قبل كده ان كلمة consequence نتيجة وريزلت برضه يعني ايه؟ نتيجة واوتكم معناها مخرجات او نتائج، ولكن consequence نتيجة سلبية نيجاتيف. يقول لك عواقب وخيمة. عواقب وخيمة للزلزال، لإيرثكويكس، لفولكينوس، ماشي؟ لكولابس اوف ذا هاوس، انهيار منازل، دي اسمها consequences. يبقى معنى الجملة كده المشاكل الصحية النفسية تعتبر نتيجة مباشرة ل حياة العمل الضاغطة، ستريسفول ورك لايف، ترجمتها كده، حياة العمل الضاغطة. قال بقى ستريس ولا ستريسفول؟ لأن هنا يقصد غير إيه؟ بتسبب إيه؟ الضغط. ماشي. وين ذا ناون مينز أ فورمال ريكويست فور سمثينج سوتش أز جوب
it can't be replaced with app. Application. Application هو ايه؟ تطبيق. Give the children their own to choose and decide. ادي الاطفال ايه بقى؟ دي مهمه جدا. ادي لهم كده فورم سبيس والفير والانترفيو. سبيس. مساحه. هنا معناها فريدم. ايوه. مش معناها مساحه يعني معناها مساحه كده شايف؟ ادي الاطفال مساحه لايه؟ للاختيار والتقرير. ما تعرفش انت كل حاجه تختارها وكل حاجه انت يعني. يعني عشان يبقوا في المستقبل independent مستقل. لا independent دي صفة إيجابية. أمال لما يكون شخص معتمد على غيره اسمه dependent. فناخد هنا سبيس. يبقى لو عاوزين نشيل كلمة سبيس هنا وأحط مكانها إيه؟ فريدم اللي هي بقى give me an objective solution. تحتها خط. تعطيني سولوشن يعني حل. والحل ده وصف من اوبجيكتيف. اوبجيكتيف احنا واخدينها من اولى ثانوي لها معنى تنفع هدف وجمعها اوبجيكتيفز يعني اهداف الواحد فاكرين اللي جنب الصوره دي وتنفع موضوعي. موضوعي يعني ايجابي. يعني لازم تفرق بين اوبجيكتيف وسبجيكتيف. اوبجيكتيف موضوعي يعني خالي من الحب والكره النفسي من الاهواء الشخصيه. امال لما اقول محايد ايوه امال لما اقول سبجكتيف يعني مثلا انت حضرت في المدرسه حصه وفهمتها كويس قوي فحد بيسالك ايه رايك في المدرس اللي ما بتحبهوش بس زي الزفت ده بقى ده راي ايه بقى سبجكتيف دخل فيه لايكس وايه سلايكس امال حتى لو ما بحبش المدرس ده اقول رايي الصواب بقى يبقى ايه راي محايد بقى ناخد بقى اوبجكتيف ده الفرق بين اوبجكتيف وايه سبجكتيف اديني حل موضوعي That can easily be. Online. الحصة اللي فاتت يا فندم أنا قلت أونلاين لها معنى إيه؟ بالمعنى العادي تتقدم لوظيفة. Apply for a job. على فكرة مش شرط تتقدم لوظيفة، تتقدم يستغرق أي حاجة. Apply for a job. Apply for a visa. في البنك عاوز تطلع فيزا. Apply for an ID. Apply for a passport يعني جواز إيه؟ بتقدم بطلب لاستقرار أي حاجة أو وظيفة. ابلاي بقى لو مفيش وراها فور يا منى لو مفيش وراها فور واللي وراها مفعول يبقى يطبق ما خدناش كده علينا تطبيق القوانين رقم كام بس عشان نخلص طيب I was visited by three of my when I was ill انا بقى هنا انا فعلا ولا مفعول؟ I was visited. مفعول. انا زرت ولا حد زارني؟ حد زارني. زارني. وبعدين على فكره مش انا اللي زرت. I was visited by three of my when I was ill. لما كنت تعبان كده جالي ثلاثه من اصدقائي في الشغل. كوليجز. طبعا انا الحصه اللي فاتت كوليج يعني ايه؟ زارع. امال كوليج؟ كليه. وكلاس ميت؟ زميل الفصل. سكول ميت؟ زميل المدرسه. وديسك ميت زميل تحت او كرسيين ما بتحركوش مع بعض يعني جاست مي اف سمثينج جوز رونج من فضلك اتصل عليا كونتاكت لان ما فيش حرف ده كونتاكت دي وين ذا ناون مينز ا فورمال ريكوست فورمال ريكوست يعني طلب ايه بقى؟ رسمي فور سمثينج ساتش از جوب جوب يعني وظيفه اذا عاوز طلب تقديم لا يمكن استبداله بآب. آب دي آب لوحدها آب لوحدها تطبيق. أمال لما أبلكيشن تيجي كاملة طلب تقديم الوظيفة. يا أبلكيشن اللي كان معانا؟ كنت ضالع عربية. أبلكيشن اتنين يعني طلب إيه؟ طلب ها؟ تقديم المعنى الثاني تطبيق. هنا معنى طلب تقديم رسمي لا تختصر لآب. You can get technical support تحت خط عاوز افضل ترجمه لتكنيكال سبورت دعم فني دعم فني طبعا دي بنسمعها على طول لما نيجي نتصل على النت على طول بس على طول سبعتين او ثلاث سبعات كده لو الدعم الفني ضغط ثلاثه اللي ضغط ثلاثه تتكلم نص ساعه المهم يعني You can get technical support or our website support ده يستخدم كايه بقى؟
يعني احنا نقول ده مهم اهو سبورت، ما احنا واخدين في لو فتحنا القاموس كده سبورت لك ناون وفيرب. هي يدعم دعم، يساند مسانده، يساعد مساعده، هي بس سبورت هنا في الجمله دي ايه بقى؟ ناون. تمام، احنا واخدين فول لسانه سبورتنج ذا كوميونتي دعم المجتمع، ده كان فعل مضاف له ايه؟ اي شيء. خلاص؟ They are looking into بفحصوا كده ذا اوف ستارتنج ا نيو برانش. شوف برانش يعني فرع. برانش يعني فرع اوف نيو اوف ذا بانك هير ان اور تاون. بيبحثوا عن امكانيه بدء فرع جديد. بوسيبيليتي. برانش فرع لاحد بيلدينجز يعني ايه؟ المباني. فرع مثلا لبنك، ريستورانت يعني ايه؟ مطعم او مالتي ناشونال كومباني، شركه متعدده ايه؟ جنسيات، المهم فرع المبنى. خلاص؟ يقول لك بص في فرع للبنك ده في كام محافظه. بلاش تبقى فرع شجره برضه. يعني بلاش ده كان معناه اثنين، يبقى دي من الحاجات اللي بناخدها من الاشجار في اللغه بتاعتنا احنا. برانش في الاصل فرع ايه؟ شجره. واخدين برضه من الاشجار ترانك، ترانك يعني الجزء، وتنفع جزء الانسان. ترانك تنفع جزء شجره او جزء ايه؟ انسان. ماشي؟ تو از تو بيجن تو تيك بارت ان ذا اكتيفيتي ذات اذر بيبل ار انفولفد ان. تدخل يبقى جوين، جوين ينضم يعني يشارك. ده تعريفات الجزء الثالث ده. تو از تو كم فروم بيهايند اند ريتش سم ون ان فرونت اوف يو. تيجي من ورا يعني انت كنت متاخر وبعدين تكون انت فاستر يعني ايه؟ اسرع. سويتش اون سويتش اوف لوك انتو كاتش اب ويز يجاري او ايه؟ يساعد او يواكب. تو از تو ميك ذا ساوند اوف سمثينج كوايتر اور ميك ات ديس ابير. تخلي الحاجه دي خفيفه قوي او تطفيه خالص او تكتم الصوت يعني. يبقى ناخد بقى ميوت. ميوت. تو از تو هاف اور يوز سمثينج وذ اذر بيبول. شير. شير بمعنى يشارك. تو از تو تيرن ا سويتش اون ا ماشين ساتش از ان اوفن يعني فرن يعني راديو سو اتس برديوسز مور هيت يعني يدينا كده حراره اكتر او ساوند. ناخد بقى تير رقم كام؟ يس يبقى سويتش اون. نقول سويتش اون سويتش اون خلاص سويتش اون. تو از تو اد نيو سوفت وير اور كمبيوتر تو ا كمبيوتر سو ذات اتس ريدي تو بي يوزد. بتضيف سوفت وير اللي هي الاجزاء اللي هي برامج يعني. يبقى ناخد ايه بقى؟ انستول. وزي ما اتفقنا انستول ده كان معناه يثبت او ينصب ايه برنامج على الموبايل او على اللاب على الكمبيوتر او يعني يركب ايه جهاز. تو از تو تراي تو فايند تحاول تجد كده اوت ذا تروث اباوت ا بروبلم كرايم. عاوز تكتشف الحقيقه عن مشكله عن جريمه. لوك ان اكزامين او تشيك. خلاص في فعل واخدينه في اولى ثانوي عشان الانجليزي كده رقم الانجليزي عاوز حضور ويكون في انشر. صعب قوي ان احنا نقول كل حاجه على السبوره في او في او في مذكره يعني. احنا واخدين دلوقتي لوك انتو واخدين ايه؟ تشيك وايه؟ اكزامين. في فعل اسمه انفستيجيت واخدينه يتحرى. صح برضه انفستيجيت وجاي منها انفستيجيتور المحقق انفستيجيشنز اثبتت تحقيقات الشرطه ان هذا الشخص متورط في الجريمه. يبقى بوليس انفستيجيشنز تحريات او تحقيقات ايه؟ شرطه. بوليس انفستيجيشنز هاف بروفد ذات ذا مان واز انفولفد ان ذا كرايم. يعني انفولفد متورط فين؟ في الجريمه مشترك يعني فين؟ از ذا ستادي اور يوز استخدام اوف الكترونيك بروسيسز as equipment for storing information. اي تي. انا واقف لغايه كده لان ال 10 دقايق دول اللي بقيت بحصل الناس اللي ما سمعتش الحصه اللي فاتت تيجي لي بقى.